السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واغفر لنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربي تشفي ليمتي، يا ربي يا ربي تشفيها وتشفي جميع المسلمين كف أجمعين يا أرحم الراحمين. يا ربي تبعد عليك حل الراس وشعب الراس، يا ربي يا ربي تيسر لي في خدمتي وتنجحني يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب تتوب عليا وعلى جميع المسلمين، ويا رب تحفظ الملك ديالنا محمد السادس وتنصره على القوم الظالمين. يا رب تحفظ العائلة الملكية يا أرحم الراحمين. الله يرحمك أبا، ديما مبشور الزين والرجولة، كان قاعد الدرب كيغار منك، اللي كنتي كتوقف في المقاطعة بحال السبع، كلشي كيحل بتسميتك الوالي. الله يرحمك ربي ويجدد عليك الرحمة يا ربي. آمين. فريد اجا وليدي غادي يبرد الفطور. بسم الله. عاوتاني امي الرفيسه الرفيسه الرفيسه، واش هذا الرفيسه هذا يا وليدي؟ باش تعمر ركابيك والنهار وما طالو انت واقف. كل وليدي كل، وعاد زدتك اتاي حتى هو يا سيدي فيه الزعتر والشيح باش تهضم دغيا. واش انا امي انا واش غادي نمشي نخدم ولا غنمشي نتفرقع؟ وغادي نعطيك شويه ديال الزهر باش ما تبقى فيك الريحه. شوف امي انا مزوفك نهار بدون. الحاجه الوحيده اللي كتعجبني فيكم هذوك الدعوات المطروزين. سربيلي بشي دعوات امي سربيلي. اش نقول لك اوليدي؟ سير اوليدي الله يخلص سربيسك على خير. امين. الله يديك في النجا ويجيبك في النجا. امين امي. بغيتك يا حبيبي ان شاء الله ينقي لك ربي طريقك. امين. بغيت لك يا وليدي ان شاء الله ديما تكون الفوق الفوق. امين امين امي يا ربي. امين. الا شتي طلعتيها الفوق غادي تريبي عندنا الكوميساريه. خليها هنا امي. شتي غنطلع الفوق الفوق امي. خويا لك اتاي بعدا. بسم الله. الحاجه الوحيده امي اللي كتقني هي الفيسه وكيكا. بصحتك يا وليدي انا.
ما خاصك والو امي بنتي. الله يغلبك وليدي على العدو. امين امي. شوف وليدي حضي داك الفردي اللي سرقوه لك ولاد الحرام. الله يحفظك وليدي، الله يعاونك. صباح الخير سي فريد. صباح الخير امي منى. اكي صبحات لا خير العزيزه. لا الحمد لله شويه بخير. انت كي دايره؟ اللهم لك الحمد، ايوا الله يخير السيرفيسك على خير. سير الله يسخر ليك. يلا بنتي وي وي خربي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا مجد. سير الله يسهل عليك. امين. سير الله يستر عليك. امين. سير الله يخليك ديما الفوق الفوق. امين. سير الله يعطيك شي خبزه ماك. بارك الله فيك. شكون لا كلاط الشكلاط السامية الروبوست. احترامتي الشيخ. وما كان مهم شي. انت شتي مابقاش كيعجبك الخدمه، ما بقيتي كدي خبار جيب خبار، مالك؟ كلشي هاني نعس. راح يدري داك الكار. اش كي وليتي؟ واخا شي. دخول. مبروك راه خرج لك الاذن بالزواج. غديري لنا شي حفله مؤتمره ان شاء الله. وبالنسبه للبوست ديالك تبقاي ولا تبدل؟ انا اللي بديت، انا اللي غنكمل. من جديد؟ بلي كيوجدوا لشي عمليه، سمعتهم كيهضروا مع الشيف ديالهم في التليفون، كيهضروا على شي باراج. اللي عندك طوموبيل واشوف كلاكسو اللي ضربو تحت السبيطار. شفت انا على كاع السبيطار كلاكسونيت على هذيك اللي ما ماركات ستوب ديالها. هذيك انت اش بينك وبين هذيك؟ عرفنا خويا الوريقات، عرفنا خويا الوريقات. شوف كي داير انت. ما نكذبش عليك الشاف، نسيتهم. نسيتيهم يا صافي. دابا الطوموبيل خصنا ندوها للفوريان وتخلص 700 ديال الغرامه. كنت الحبس. قلب قلب جيوبك مزيان. شوف 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 لي بتي بوش وقلب شويه. قلب راه تقدر تلقى شي وريقات تما. الرجل ما عندكش الوريقات وما ديال الصمته دوز بالله. يلاه سير الله يعاونك. ها ها الخبز. سي ابراهيم السلام عليكم. عطيني واحد جوج بيضات و 50 غرام ديال الزبده. هادشي ما كافيش. خلصوني في القديم كله. ما تبقايش تجي عندي تجيب لي فلوس. وما هادشي اللي عطيتك شنو؟ وهذاك الشيء اللي كنسالكم. ياك السي ابراهيم ياك؟ وبنادم ما عنده وجه ما كيحشمش. كمان علاش حشم؟ ما كايناش. قولي لولدك يجي يخلص لي عليه. واش عرفتي المخالفه ديالك شنو هي؟ واش يا جماعه؟ ما بقاش عندك انت تريبورتور، هذا ولا عندك رموك خاصينو غير بلايك.
فين غادي يبان كل سوا الطواب ولا تقشقش دير عندي الحاج الهواري شنو الهواري الهواري وهذا الهواري علاش غادي يجوج بنتو ولا ولدو بنتو غتجوج غتمشي دير الويكاند في تركيا وانت غنهزوك هذا الموطور نحطو لك بالغوريان ولا لاكاس الله يرحم الوالدين والوالدات الوالدات ولدو غنتو انا خلينا نشربو في هذا الرومب والله ما عندي لا راه عندك عندك كل خير انت اما كتبغيش تبين اجي حدايا شوف هادشي انت زماري وبدلو عنا الديسك شتي على شوها سينا لله حطينا في القروصه باش بقيتي على خاطرك حاشا عرفتي علاش وقفتك يمكن حيت ما دايرهش الصمته واش عمر حتى واحد ما قال لك انت راك واحد توته ما كاينش بحالك والحمد لله اللي ما درتش هاد الصمته باش نسمع هاد الكلام الزوين على الصباح حيت انت كون درتي الصمته غادي نزل لك الطوموبيل غنديرها لك الفوريه يعني. ارد الوريقات كنت كتضحك معايا ما فهمتش زعما زيفتي عليش من وراق وراق ديال الزواج ما مزوجاش سبحان الله ليل زعما باقي ما عطيتش ديال الحنة وما عنديش با راك بوليسي زعما شنو دابا كتحرش بيا لا حاشا واش تحرش بك واش انا كنضحك معاك من الصباح وانا نسامحو كاع ونسيفطو وما نديوش الطوموبيل الفوريان اجي قول لي التوت دابا شي واحد فين يلقاك دوز عندي الخدمة بالحق مور 12 الليل انا نجي اختي باش خدامه تاع 12 الليل شكون اللي مكرفس عليك سول على كباري سونيا كباري واش كاينه الطبه كباري علاش كاين شي مشكل؟ لا حيت ما عمرك جيتي عندي للخدمه وصافي. جيت نشوفك باش نقول لك خرجتنا لوتوريزاسيون الجواج. سي فغي؟ صافي بلا ما نطول عليك نخليك تخدم، عيط لي ميت سالي. جدا. واش ضروري ديما خصني نبقى نجي باش ندوز هاد البيرمي شوف معايا شي حل رانا مسافرة نشوفو Thank you.
زكية بنتي الحداقة والتباتة والحصانة وعينيها ما كتهزهمش في بنادم. الله بينا تبارك الله، الله يسهل عليها يا ربي. أمينة لا خيرة ويجيب لها ربي شي نقرة فين يغبر نحاسها. لا بيجي بقية صغيرة، الله يسهل عليها، الله يجيب غير الصحة والسلامة والعافية. الله يرضي عليك يا بنيتي، الله يحفظك. تبارك الله تبارك الله. اللهم سلامت وليدي. الله يسلمك. واش غادي تقلع حبيبي؟ غنمشي تلقي 300 حبيبي نجيبو لك. سيدي عاوني السي فريد. وينك سيدي؟ على سلامة السي فريد. انت راه معذبك امي نسيتك حتى انا. لا حاشا لا ويلي، ما بيناتناش حيت كنشقد دارنا. بيبيا يا اليوم غادي تعشيو بها ياك؟ بلعبتكم بها؟ لا لا كاين غير انا ولدي. بالحق مرحبا بك انت وبنتك معنا في العشاء. بارك الله فيك. يلاه نمشي. لا 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 غادا نجيب لها شي شوف. ايا واحد 100 درهم تيرو خدي باش شويه ديال داك الشيء كاو كاو زريعه وداك الشيء. لا ما بيناتناش. لا خدي خدي شدي من عنده. شدي خدي الهديه باكا ترد شي خدي. الله يعطيك صحيحتك. سير انا بغيت لك الستر. امين يحطك علينا. امين امين. الله يجعلك ديما الفوق الفوق. امين. سير انا بغيت لك خبزه. لا 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 صافي تال الخبز. لا شوف سير وليدي دخل سير. تبارك الله عليك. الله يرضي عليك. الله زيده. الله يلا حبيبي علم الزيناتها. الله يرضي عليك بنيتي. الله يحفظك. واخا يلا خليناكم على خلينا نشوفوا حبيبي. قول امي. لا ولدي غير كل انا ما عنديش اللي يدوز. مالك عاوتاني؟ واش هادشي كله على ديك زكية؟ هادي وحده وكاينه وحده اخرى. شنو هاد وحده اخرى عاوتاني؟ ياك ما هضر معك شي حد، ياك ما بسل عليك، راه والله العظيم تنهزو ندير ليه الفلاقه. حيوتي بلا حلوف ما كاينش نوصلو حتى لهاد المصل. هو داك السي ابراهيم والحانوت راه حشمني قدام الناس. ايه حشمني وضحك فيا الناس وقلع عليا السلام قدام ايديا. وقال لك ما وقعتني حتى شي حاجه الا ما خلصنا بالقديم. صافي يا مسافي وصافي دابا نخلصوا على اللبس الجديد والقديم وخذي اللي بغيتي. ايوا حتى نخلصوا. قلبوك يا يا وليدي على لا راه وجهي وجهك هذا. ماكله طريفه. وحتى تاكل تاكل. قولي صافي. بسم الله يعطيك الخير. وما تنتي ما كترضيش. فين غادي؟ والو نمشي غادي نمشي اليوم عندي الخدمه بزاف، عندي البيرمانونس وبدا عندي الدوبلاج والتمارين في البوليس. المهم طيبنا هاد بيبيا. صافي خلي لي حقي خلي حقي تمشي وانت غتاكل لي بيبيا. الله يرضي عليك يا
هذاك شي مسؤول كبير. شنو؟ مسؤول كبير. سير سير دير بلاطو سير. شي كويس فودكا؟ لا شي كويس ديال ويسكي؟ لا بغيت شي كويس ديال اتاي. دابا انا ملي كنقول سيرفيس ما كنبغيش نضرب الطاسه. انت دابا سيرفيس؟ بقا تشوفني ماشي بالكسوه كنخرج للدوله خصك تروح ليها البال خصك ما تنعس لا الصباح لا الليل. وي بيبيش صافي خاص من ديك البلاصه اللي عندك هنا ياك؟ تما الفي اي بي في اي بي. شحال غاتكون طالع ديك الطابله تما ديك الشيء ديال الفي اي بي؟ فريد يا ماما فريد
لا مامي معشرة هادي ما غاديش تمشي للخدمة؟ ما سير أمي سير أنا دخلت طلب جر من الخدمة نعيت وسي إبراهيم والحانة تخلصتيه؟ خلصته أمي سير أولي تاخدي ما عندوش حاجة سيري سير أمي سير أوليدي غير سير أنت أنا ما عنديش لوجة باقي باش نشوف سيري عنده سيري عنده واخا وني ولا تعطيك شي باريزينك ورا الطبا الله يرحم الوالدين السلام عليكم السلام ما تخبزنا السلام عليكم لاله خير بخير مساء الخير يا لطيف ياك لاباس اش هادشي كريساوني يا ولدي شكون دار فيك هاد الحاله ما شفتهمش يا لطيف العار المدوليه مع ولد ولا شو بغيتي ولدي اش بغيتي ولدي وقف معايا وانا غادي نقولها ليه ولكن اسمح لي يا سي ابراهيم حتى انت راك مخويزتك وما كتحشمش سمحي لي داكشي اللي درت لك يا ولدي المسامح كريم الوافي ما كيحافي الله يهديك ها انت اش بغيتي الحانوت تاعك قدام خذي اللي بغيتي الله يخلف عليك ارى لي واحد نص كيلو ديال الزبده بلديه هي واعطيني واحد قرعه ديال زيت العود واعطيني زيت الروميه اسيدي احنا القوايل احنا وقفنا هنا نتسنى نبقاو تسنى هي اسمح لي يا وليدي هي واحد شويه وغادي نمشي احتراماتي نعمس كاين شي جديد نعمس يا درت المراقبة ديالي لقيت المشتبه فيه ماشي خطير والسلاح اللي عنده غير ديال بلاستيك لقيته هو اللي كيتكرفس على سي إبراهيم راه ما عرفتش هاد البلاصه اللي كتهضر ليا عليها عرفتي اش غدير وندوز من موراك مع ديك السته السونس ونمشيو للريستورون صافي يلا بسلام سي هو كيجي لنا صارو معروفه و كيدير حط مزيان درا احسن بلاصه هي هاد القنت هادي سير انا نتكلم مرحبا بالشاب كلشي هانيه هانيه الشاب هانيه شوف انا بغيتك اليوم استعبش تشوف لي شي بليصه تكون فيك بيان و دقيقه او تقديم صيفطك للحبس لا الشاب دقيقه تكون تبلع على البحر بيراندا جيتي للكونجيلاتور هضره من الشبكه للمقلاه حتى كتجبد الطبق مازال كيتحرك في المقله بالصحه والراحه الشاب مرحبا بك انت ومدام في الفوطه ندير لكم في الصوره تبقى لكم ذكرى بالصحه والراحه الشاب كيف كيصعبون شي مدام وكتحكم تدرك موني هذا عرفتي شكون هو هذا هو مون هذا الريستوران عندك ثلاثه ريستورات وحمام اصح نصف الخدامه ما كيخلصهمش ولكن اللي كنحكو حتى كيعطي الريحه وباش يغاوي الدرب كامل كلشي كيعرفني شكل انا اش قالوا لك هذوك المافيا اش قولوا لي سميتي ولا اش قول انا ملي كنجي في الخدام دابا قلق على وليدي قد ما ديال البوليس انت واش شفتي عندهم شنو كيقولوا لك قال لك فتاش يمكن لهم يدوزوا في البراج باش يدوزوا السلعه السلعه كيف ما جايبين شي مانط من الشمال والله لا دازوا اش من مانط الغبره واش عارف باغيين يدوزوا هادو كرطونه ولا جوج
التاميو كله. كاميو ديال الغبره. وداك الشيء غيطلع لهم غالي داك الشيء. ودابا تعرفي دابا ما خدامش بوحدي انا، راه معايا انا راه ايكيب، كاين الكوميسير، كاين عاد جيل البوليس، كاين عاد السلطه البيضاء، كاين جارنا. لا بغينا نجمعوا دابا الحساب ما بين عندنا 20 مليون ما يتحيدش منا السنتيم. بزاف ونقولها لهم ونشوف. نسيت ما قلتلكش انت حقك، يعني انت معنا تاخذك تكون بلاد 25 مليون، خمسه ديالك. مزيانة خمسة بالمليون. ما كاينش بحالك. انت واحد انسان قنوع. انت انسان كتبغي الخير، شبعان. انت ما خصكش تعيشي في الارض. انت خصك تعيشي في البحر. انت ميرنا. هاكي هاد المسيودة. فكرتيني في امي. السلام عليكم. اش كديروا هنا فهاد الليل؟ كيفاش كندير؟ كنعلم تسوق بالليل. انا استاذ ديال السياقه، كنعلم هاد الدرس لومبان. لومبان فهاد الليل؟ بصح هادشي اللي كيقول الاستاذ ديالك؟ هادشي اللي كاين هادشي. علاش كنتي معنا كاع؟ تعلمات مزيان وباركت ليها. فهاد الخلا هذا، اش كضحك عليا ولا شنو؟ هادشي راه في القانون راه كيتسمى الفساد السي محمد. فاشري، راه حنا ولاد الدار. وراه مرتي معاكم بوليسيه. فهاد المدينه هادي؟ انسبكتور بوشر. ونزل نزل عندي بغيتك تشوف هادشي. نزلي انت يا ماما نزلي. زيد اودي زيد. وتحرك. خفف رجلك يا ولدي. زيد زيد. حسابها خطيرة بزاف. الناس غتكون عندهم يد مع المافيا ديال برا. هذيك الفكرة اللي قلتيها بشرى ديالي يكون معاهم هذاك البوليسي المزور، فكرة ممتازة. ولكن انت الله يرضي عليك قال لي هو بالضبط وعارف فيها تحت راسه. واخا. بشرى. سمحي لي عافاك بغيت نهضر معاك. شنو؟ عندي لك واحد الخبر ولكن ما عرفتش كيفاش نقولها لك. شنو الهضره اش كاين؟ خطيبك رشيد؟ مالو علاش انت كتعرفو؟ تعرفت عليه البارح في الليل. زيد معايا زيد. سوايع لواحد البنت وجابوني لهنا. سوايع في جوج الليل؟ لا ماشي جوج. واش نهار الشيء اللي كديرها ماشي قانوني. مال حبيبي مقلق؟ غير خليني ساكته احسن. انا عاودي لي تيقي فيا انا راه ننصحك. ايه كنت انا واحد السيد مخطوبين وكل شيء وشدوا البارح مع واحد البنت بالليل. طيب خبارنا هذيك سمعتنا في كوميساري قالك تلاقى مع شي تحرش جنسي ولا ما عرفتش يدري ديال قاصر عنده 50 ديال الحبس المهم يتفكوا معاه ماشي حتى شي دري. والله ما توصلك في صبعك الصغار ظفرك ما توصلكش ولكن سيف ما يدير بحالك لقاك مدمد محله في فمك. خلي عينيك وشوف راه كاين الرجال بدلني بدلني وجيت تنحطي. اي 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 كي خلى الوالد الله يرحمه قال لك شحال من مرا خاصها راجل وشحال من راجل خاصه مرا. نوضي نوضي نمشيو لشي بليس اخر في هذاك الشيء ديال الفراق وفي هذاك الشيء ديال الرومانسيه تما غادي تنسي هاد المشاكل. نسعي الحياه راه ما تتوقفش هنا، الحياه تستمر، الحياه تستمر. حبيبي انت روحي انت لا حدي قبلك ولا بعدك انت ليل نهاري من جراري تتبغيني ما
تتبغينيش تتبغيني ما تتبغينيش تتبغيني. عرفت واحد القضية بغيت نقول لك بشرى؟ شنو؟ ديك الخدمة ما خصهاش تبقى هي خدامة فيها، ديك الخدمة ديال البار والليل والشرابات وداكشي ماشي ديالك. انا كنحق ويني اش غنخدم معاك؟ كاين ما ديري لي دوموند، لي دوموند شركه ديال كونفيكسيون تجي كيبغيو دريات بحالك والله الا كيقبلوا بحالك بالله. سيتي البنت اللي كنتي ظريفه وكتجي في الوقت اش غيعطيوك كاع تصيبي الصيفات ولا تكفي السراول فيها لاميتيير فيها التقاعد فيها المرض فهمتي عليه مضمونه بحال اخرى بحال كتفلاي كتقول لي مولد واحد الميمه ما رسيبتو الوالده مسكينه ضروري خصني نديك نعرفك بها. فريد بان لي بحال كتضرب شويه. لا لا انا لا ضربت رصقه هادشي اللي مصين عليه الوالد قال لك ادخلوا البيوت من ابوابها نرود عائله انا باغي الحلال كنموت على الجو ديال الغابان حس حاجه وحده اللي ناقصاني انا وياك دابا قدام ما تكون كلشي كنقلت منو ضرب الكريم ديال الغنم كلشي بغير تما ديال هاتي مشحر وليداتنا كيلعبوا اجا مصطفى سعاد تلقي خوك ربيعه ربيعه وربيعه كتشبه لك قبيحه ربيعه انا رومانسي كتموت على ملي كنضحك هذيك الضحكه كيبان رضاه الوالدين كيتمشى ليا على رجلي غير حاجه وحده وصرخ نطلب الله ان وليداتي يخرجوا كيشبهوا لك حيت الا مشاو تطلعوا لي انا غلب الله. ما تيش نهضر غتوصلي لا غتوصلي ما انا ما نصفه كنخدمو وقلبك بارد المعلم احتراماتي نعمس كانت واحد مدابزه بين جوج عيالات ولكن دخلت وفكيتها هاد العيالات تريك هاك احلى نعمس انت شعرفك بالعيالات العيالات راه من النواره ديال الدنيا صاحبي ولكن انت نيت شبس مش بينك وبين الرومانسيه والحب انا كنحب المخزن نعمس اسمع داك البارد برتك على واحد الخديمه غتبقى تاكل منا الشهد ولكن راه من اليوم بغيتك تحزم الصباط وتكون معايا راجل معاكم نعمس دير لي داك الشيء وحيد عليك الكارو لك الكارو غتموت صاحبي قال لي نعم سيدي غادي نخدم معاه ولكن ما عرفتش فاش انت خلي المسائل غاديه بحال العاده رحنا مراقبينه إذا اقتضى الحال عاونو كاع واخا نعمس تفضل تقعد شوية السيد غصما تقعد شوية واش البوليسي كينعز عيد علينا داك الكارو عيد الكارو شوف الا ما لقيتش ما يدار بديت تقيد غير النوامر ديال الطنوبر اللي كيدوزو فيق معانا صاحبي
شو الذي لنا خلف ورقة طويلة بس يرسل عيسى طلب الخرى الخرى السلام عليكم محمد اللي مرايا متفقنا وفلوسي بسم الله حلو شحال اخويا انت جوع اخويا شت الثوم ماشي بلا ما نحسب لا حسبهم نيت انا شبعت شحال على الناس ضروري كيف غادي بهذا الشيء مارينا مارينا خلاص تحرك يلا خلاص يلا الله عيسى يلا 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 فحرك يلا تحرك تحرك عندك الدوخ بدي اصير داخل معكم من الاول يلا سيد يلا 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 عيسى نشوف حالنا اطلق رجليك يا صاحبي اطلق رجليك الهدف كي يتحرك نحو الطريق رقم 5 تسنونا نعطيكم مكان الالتحام اطلع يا عيسى اطلع يلا عيسى اطلع عيسى اطلع اطلع وصلت هذا الصباح بواحد المكالمة من عند السيد المدير الآن كيشكركم على هذه العملية الناجحة بشرى أجي معي واحد دقيقة أجيوا معي كلكم السلام عليكم شوفوا هذا الحمار اش غاشي لنا في هذا البيرمي هذا جينا بدا 200 درهم تجد زوار يلا يلا قلبنا لك يلا سير 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 سلتي انا كنت نقول لكم كديروا بحال هكا غير بلا ما توقفوا سهل الامر يقصر الكره واه يعني هادشي دوز دوز نتوما كتشوفوا هاد السيد اش كيدير
منتحل هاد الصيفه وكيضل لي بتزفع عباد الله. ها هو تعيد. هضر معايا. رفع شويه الصوت باش نسمعها. الو الو حبيبتي ديالي القطيطه ديالي مياو. وي قولي شنو بغيتي حيت ماشي بوحدي؟ انا بغيت غير نقول لك راه الكلابسار ديال البراج راه داز 10 على 10 وبغيت نشوفك. ها مزيان انا بغيت نشوفك فين وقتاش؟ وقتاش ما بغيتي نديرو مع الخمسة في البلاصه اللي كنتلاقاو ديما. صافي مزيان انا غنجي. تموت انا كنزيد ديالي. ما عرفتش اش كضحكوا علاش كندير غير خدمتي. ايوا سيدي تقدر الضحك اللي عنده شي خدمه يمشي يقضيها الله يعاونكم. يلا سيدي يلا يلا بشرى باقي باغي نهضر معاك. داكشي اللي درتي مع الخطيب ديالك راه ماشي معقول وماشي قانون، كان من المنتظر نعاقبك، ولكن نظرا لهاد المهمه اللي رقي ما بها تبارك الله عليك غادي نعطيك انذار وصافي. اسمح لي يا سيد العميد. مازال 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 بشرى باغي نهضر مع بنتي. واش ما كتفكريش في الصلح نهائيا؟ الحمد لله مازال ما درنا في الطاجين ما يتحرق. حبيبها انا حبيبها انا بعدك وربما جئت قبلك وربما كنت بعدك. حبيبها حبيبها. سيدي ولدي. امي ما كاين باس. لا وليدي اش اش تدي اش زيدي 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 دخلي زيدي دخلي. شنو خاصك شي فلوس؟ لا وليدي لا وليدي ما خصني فلوس. شوف انت اش خاصك. اش خاصني امي اش خاصني؟ باقي ما عطاك الله شي جوج بزاكيه وتعمروا عليا الدار. امي عندي واحد القضيه غنقول لك هذه الالف مره. هذيك الزكيه راه ما طلقتش لولدك. راه واخا نبغي ندير لك انت الخاطر راه ما يمكنش، حيت المره اللي غنبغيو نتزوجوا غيخرجوا يديروا على لونكيت، وملي غيديروا هذه لونكيت هذه ولقاو ديك البوب زناز وخوت في الحبس وخرجوني انا من الخدمه شنو ندير؟ نمشي نقصص مع باه الكيف؟ نسيها نسيها شويه عليك. باه بزناز وهي تخلص الخطيه؟ كما كنتي دافين غادي بهاد التفركيسه. انا لاله غادي نمشي نجيب لك احسن تيتيز ملي غتكون العروسه ديال ولدك. واضح كي ليا شويه واخا تكون بحال زكيه. لا لا الشيطان ما تكون احسن من زكيه. قولي غير يا ربي تقبل بيا وصافي. الله يسخر لك اولادك اللي تشوف. امي باخ كان دابا خويا راه فرح ولي قولي لي بابا جدو بابا جدو ولادي. واش واش بصح اللي تبا هو؟ كنت حشم شوف غا الصورة تجاوبك. يلا 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 زيد نبخر لي. كتوحمي عليا. زيد زيد نبخر لي. سير أبو زيد. خاجة حبيبي بسم الله عليك. قتلوني أمي أنت قتلوني أنت. يا وليدي يا عمي. يا وليدي أي راسي حرحق والعين كتلحق عليا. الله ياخذ فيهم الحق يا وليدي. حضور أمي أنت بالزربة بالزربة. هاني. سربي. ها حيت ما تبعاني عين. لا وليدي اللي مريض. لا وليدي بخر حبيبي سير أجي أجي أجي. يلا نسير. بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل. تعطل تيجي في الطوبيس. قلت نجيب لك شي شكيلات لان انت عز لك الحلاوه باش بغيت تفكريني في كل ليله تاكلي وحيده تفكري فريد. وهادي غيعطيو لنا في العرس ندربوا روسنا من دابا ما حدنا باقيين. لا شكرا. انا بغيت نجيك من الاخر. ديك الخدمه اللي كتخدمي خصك تحيدها. مبارا درتي الفلوس. حتى شي بتي بروجي ولا شي حاجه وخدمي في الحلال. ماشي محل ديال جابيل وغريزيل وداكشي ديال الشفاف وبيعي مع الناس و عقلك تدخلي المسائل الحلال. والله ما خرات نديك دابا نعرفك بامي. انا بغيت ناخذك حق الله الا باغي نولد معاك الولاد. بغيت انا وياك نديرو شي عرس. ما بغيتش غير الدربي يسمعها، انا بغيت المدينه كلها تسمعها. فريد وبيبيش في العماريه.
ديالي كاينه الفلوس، انت النهار غنتزوج ان شاء الله اختاري فين ما بغيتي نديك في شهر العسل، يا لبنان يا اليونان يا افغانستان فين ما بغيتي، يا برلين يا فرنسا، انت امري وانا نخلص ونولدوا الولاد. بزاف غير انا بغيت امي مسكينه ما حتى باقي حياتها هي وبلادي، وتقول لهم كوخا مومو كوخا نيني. انتما زعما الناس الامن غير اجيو تشوفوا واش راه خصك روطويزاس؟ لا عادي، انا عندنا واحد الكوميسار صاحبي ماشي مشكل، لك انا باغي نتزوج عجباني هاد البنت وبغيت تسيني ليا ما كنت ولاش انا كاع بغيت انا الترخيص، انا نعرف على كل شيء، ما تعرفينيش انا البوليس. انت انا كنعرفك مزيان وتزعطتي فيا وتبليتي، انا بنتك بالكسوه وليتي بحال المدمن على الكساوي. شنو غندير معاك حبيبي واحد القضيه، ولا شي نهار سمعت شي كونكور ديال داك ديال رجال الشرطه ديال العائله غنقولها لك، انا ما خرجني ندوزي البوليس ديري اوفيسي، انا بغيت نضل كل مره نشوفك نقرض فيك، ولا ما نجحتيش وسقطتي من نجي من الخدمه نبقى نعطيك لك سوال بسيها وزدي الفردي بديت تلعبي بيه هو المنوت كتفيني، انا بغيت بقيت تبهدليني في الدار، انا بغيت تكتفي ليا يد مع رجل، انا باغي نضحك، انا باغي مع القطيطه ديالي نحس براسي حباس، وانت هي اللي معتقلاني. انا راه بوليسيه بصح. لا لا صافي لا لا صدق البوليس، ملي تي بوليسيه ديال بصح هاك البيضه ديالي بيني ليا، جبتي الفردي جبتي المنوت فهمتي، ضحكينا تصوري معايا بوليسيه بصح ديري لي المنوت كتفيني كتفيني وخودي وحق الله إلا تنموت عليك. شكتي كتقولي كنتي غير كتكتبي عليا، سمحي لنا لالا. كيفاش؟ اسمح لي رانا غير بوحدي وفريد راه مشى للخدمه وليد. اش كتخرج انت يا الراجل يا وليدي؟ وقروا راه تا هو بوليسي بحالك. ويلي 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 دخلتي ليه البيت وشوف راه تا هو عند الفرد يا وليدي. ويلي استغفرت الله. راه تا هو عند الفرد ديال الشيطان الحين. بدر الله يهديكم، واش بغيتو نديرو صباعي في ودني ونلم عليكم الناس؟ راسنا ما راناش انت ما تشرعوني منكم. مرحبا. ولي لي حوزك الحبيب ديالي. الله يا حليم. اوبا زير اوبا وحريس حريس وحريس ما فين تمشي Thank you.
شي مشكل؟ لا الدنيا لي اش كاين شي مرقديو؟ شكون هو هذا الحمار هذا اللي كان كيغوت امي امي؟ هذا واحد البوليسي مزور جبناه. البوليسي مزور؟ هذا ما يكون الحين في صاحب الدولة. جيبو نخرعوا عليه بالضحك. هي الاولى. نجي معاه شي حاجه اخرى؟ جيب المسكه معاك. واخا. قاعد هذاك المزور. ما يكونش مزور عارف راسك معاك كتهضر. اي كما ولفتينا. ولتي ميا كنا كولا. خليه معنا خليه. سخيتي بينا حبيبي. ها؟ اسكتنا. زيد. شنو غادي ليا؟ شنو غادي؟ غاديك تبرع مع راسك. زيد. شنو غادي يوصلوا عليا؟ يوصلوا عليا. وانت زيد شنو غادي يوصلوا عليك زيد؟ شفت الخطر نعم مولاي شي بلالي بالشيبة حلو ولا مسوس حلو حلو اتامو وي على البروك صاحبي شنو الصداع اللي تفرط لا ما كنتيش عارفه بلي ولدك بوليسي مزور ولدي انا حاجه وحده ديك انت نعرف والمخزن ما معي لعب مالك ما علمتي هاد الهضره اللي كتقولي فيها دابا الله يلا لو جات اش غادي نعمل ولدي مسكين ماذا يريد كل واحد منكم ان يكون في المستقبل؟ لاعب كرة القدم. جيد. قاضية. قاضية. نعم فريد. بوليسي. صمت. لا نقول بوليسي. ماذا نقول؟ شرطي. شرطي. جيد. إذا ماذا نقول فريد؟ شرطي. شرطي. يلا قف إلى السبورة. اكتبها. عشيتي مات بخل عنده 10 سنين بخلنا لا حنين ولا رحيم عريت على كتافي وخرجت كنخدم كنبيع الخبز في باب الدرب عمرني ما فتو
كانوا الناس حاقرين علينا وكيتعدوا لي على ولد زين، كيقولوا لي غير ولد الخبازة. واش انت ما بغيتيش تحشمي؟ جيتي عاوتاني؟ واش هضرت معاك من مرة تبرجي ما باقاش تحضري لي هادشي ديالك هنايا؟ اسمع عليا انت، اسمع عليا هادشي يا تتبعني. نهار حن علينا الله وقال لي راه قبلوا في البوليس، ما قدتنا فرحه، قلنا حتى حنا راسنا غادي تهز ما بين الرؤوس. ولو الناس كيقدروه وكيحترموه، وشحال من عائله كانوا بغيت نسبوا معانا، بعتونا بنتهم كاع. كان ظريف وكيدير معاهم الخير، شحال من واحد وقف معاه وفكهم كاع. كي كيدير يفكهم هو بوليسي مزور؟ ما عرفت، ولكن المهم هو كيفكهم. ولدي قلبه بيض، والله الا بيض بحال الحليب. شنو هو المستوى الدراسي ديال ولدك؟ ولدك قاري؟ ايه ولدي قاري، وصل الشهاده. وصل الشهادة وخرجوا حيت قال لك وصل 21 عام. بقى تدار 21 عام وفي الشهادة. تبارك الله. الله يبارك فيك. انت ما عمرك ما سولتي راسك كيفاش ولدك عنده غير شهادة وخدام في البوليس؟ والعمل الشهادة. ها؟ هذاك ولد لا خدو جارتنا. راه يلا وصل هذيك بداية الأول. وراه تبارك الله راه وصل للبرلمان. ولدي مسكين وصل الشهادة وعزيتو فيه بوليسي. عرفتي شنو غندير دابا؟ غنخليك تمشي، إلا احتاجيتك غنعيطلك. عرفتي ولدي والله ما عندو زهر مسكين. عرفتي هذاك النهار اللي شديته فيه اش كان واقع؟ شنو وقع؟ كنا يا لالا بغا يجيب لي هذيك البنت نشوفها اللي بغاو يتزوج بها. ايه اعطاني مسكين 20,000 ريال وقال لي كي شري الحلوه وصوبي الدار. قال لي راه غادي نجيب هذيك البنت اللي كان حماق عليها وكنموت عليها وبغيت نتزوج بها. قال لي سميتها بشرى وقال لي بيولد معها وليدات زهرين مسكين، ولكن هي راه قدام النحس لعندك. ايه على قاش نهار تلقى معها ولدي وقع عليه المشكل هاد الشو بخرت ليه. ياك من حوسه ياك بنيتي. بسلام عليك لالا. خلل سلامة. في الكلاس ما عرفت بيش سخن. جيب لي السيجار. باش نشعلو. نزل. مالك مكلخ؟ مالك يا زغبك على الصليط؟ تحيي زغب. غني لينا غني لينا شي حاجه. وانا وانا وا 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 سالات كدرتي له الموسيقى سالات كدرتي له؟ شاد غنى الموتى انت هذين بغيتي نوض لك عاوتاني؟ يلا زيك تلقي راسك. رضينا بالهمه رضا بينا، درنا عند راسنا وصبح عند رجلينا، الحمد لله اللي بان على حقيقته.
زيد اموس كنتينا ما بقيتش زربانه. الله غير خلص حدا انت قرا باش يولي بوليسي، هذا راه ما قراش حتى باش يولي سيرور، قال لك بوليسي وسكتينا موش ما كتساليش. يلا يلا طز البوليسي طز. اللي فيه شي فيه عما كتبت لي راه طيح. بيتي حبيبي حصدوك حبيبي حتى انت صدقتي ما عندك زهر. حصدوك يا حبيبي حصدوك حتى انا ديك الخضي ملي كتجبدنا منها الخبيز. حصدوك يا حبيبي الله على حبيبي ما قدرتش نشوفك بعيد مني يا حبيبي. الله يدير تاوي ديال الخير. شنو بغيتي تشوف فيا؟ ياك ما نوض نمشي فحالي. انا كنت عارف شي انت ما نخرجش. انا كنت نصعب جاي عندي مومي. يمكن الله يعمر لها الدار تعرفت بها. لا مشيتي حتى لعند مومي تاهي. خلعتي ديك الشريفه مسكينه. اللي ما تي الحبس دخلتينا ليه زعما؟ اش باغا منزل؟ ولا جاي وقال بغيتي الافلام ديال الميريكان تهربيني. انت ما غديرش عقلك. مالك عندك هاد الافكار مالك وانت كاع هربتي. غتبقى ديما نروشيرشي ولا جاي عندي تبغين؟ قولي كنبغيك داك الوارد تنبغيك تتبغيني الافلام الهنديه داكشي كان كله كذوب كنت كضحكي عليا باش تربحي عليا الكراد. اش درتي تاني؟ شكون اللي زرق لك العين؟ خدام خدام انا بواحد اشي ناس انا بواحد السويت تندير بون شقال يوم تنطق الصباح باش ناكل الخبز. كيفاش سويت؟ بس انا راه عايشين الناس، الناس عايشين مخيرين، عايشين احسن من السيفيلي. تيدوزو النهار هنا وفي الاخر كيمشيو باتو ديورهم، بقى خاصهم غير لابيسين ما جابوش ليهم، براين. وهادشي راه سويت قال. لما بغيتي؟ المسؤولين. مسؤولين؟ المسؤولين راهم اللي كيحلوا لهم البيبان. فتي عليك باقا عاقل على داك الحبس القديم. ناس هنا راه كتبيع وتشري من الحبس
كيديروا لي صفار برا التليفون. هذا بان خليته مشاو على شي فين كيخطوا واش باغيين يعبروا مافيا تبيع في كل شيء حشيش شراب خمره فين جيت ما عرفتش شنو كاين شي حاجه واقيله كبر. هادشي كله هو واقع بالحبس حنا ما في خبرناش. على حسب ما عاودتي ليا هذاك فريد راجل مهاور وما كيعرفش اش كيدير ها وشتي اللي عاوننا هو حتى حنا غادي نوقفوا معاه وغادي نطلبوا ليه ظروف التخفيف. اللهم لا هذا الحبس بعيد بحال هكا. يلا بنيتي راني نسمعك. تكربصوا عليا ولا ضحرام الله ياخذ فيهم الحق حبيبي كوني قبضوني معاك وليدي توحشتك. لا ما تقوليش ما تقوليش الحق سواها يا حبيبي تاكلي مزيان يا حبيبي الدنيا كلها كحلت في عيني يا وليدي كما جاب الله بنت الناس اللي وقفت معي وجابتني لعندك كنا راه متبلفقس يا حبيبي ولك امي انت راح نشافني ولك الله يعمرها دار جابتني نشوفك يا وليدي ما يدك راه مونيس الله يعمرها دار وقفت معي وجابتني عندك يا وليدي كيف بقيتي شويه؟ الحمد لله حبيبي الحمد لله صحتك يا حبيبي زيد وليدي تاكل معايا صافي هش الحمد لله يلا جيب وليدي تاكل باش تاكل معايا صافي بقيت انا ورا الحرام في هذا الحبس بسم الله كرفصوني بسم الله وليدي كرفصوني من لفت الحبس امي ان شاء الله حبيبي الله يحفظك كل حبيبي عاوتاني امي رفيسه وفي الحبس وليدي داك يجي عندك الناس للدار امي لا وليدي ما تجي عمرك شحال شي واحد الباب حيت ما بقاش ثقه في العيالات كانوا العيالات بحالك واحد الوقت ولكن دابا كلها قولي معايا كلشي كيما عندك بصح ما كتاكليش الماكله ديالنا بسم الله قلت يا امي يلا بغا يحطونا الماكله ديال البيدونسي وانت تفتح لي قهراتنا من تجي ديك الماكله واخا وليدي كل بصحتك يا وليدي كل خلي شويه نطش على هادشي انا مش شتو نقتلوني ولا تخلصوا علي في غنولي واخا شوفي فيا انا بحال فرا ما كنعرفش ندبح الدجاج انا كنخاف ما خفتيش ملي كنتي بوليسي مزور جيتي تال دابا راهي الا صدقات غيخفوا الحكم واش فهمتيني اش تنقول عرفتي كنت قريت الله شنو توقع لي شي حاجه تطلعني في المي Thank you.
زعما شنو كيفاش زعما هاد الموضوع شنو صافي سير بيه وما كدبش يا فريدة مجرمين عايشين في سانك اطوال فعلا هادشي بزاف وي البوس لا لا ما خصنا والو عندنا الحلوى عندنا العنب عندنا كلشي الكلب راه سخرناه ندمنا مو على النهار اللي فكر فيه تفلى على سيادو كل يوم غير يدوزنا لنا الفلوس الحساب على ما حال دابا عندنا الناس ديالنا تما البارار سيكوريزي كلشي كاين ما تخاف والو كلشي يدوز مزيان انا ندوزو لك يقول لك الادريس الو يس اي نو اس بوت ات دبل تشيك ويز روبرتو هاز ذا رايت باث Okay. Okay, boss. I'm worried. Bart, did you start the cavalry? But it's a banana. I don't find my answer. My monk never died. What did you do with the barrage? What did you do with the barrage? I'm going to go to the barrage. براج واحد اللي كاين هو اللي في خرجة لطوط وهذا البراج الثاني منين جا ايوا راه شي اللي خصك تعرف هادشي اللي خصكم تعرفوا كاملين وتحركوا سوقوا منين جاي هاد كلمة السر فوات تنساش داكشي التركيز صافي كوني انا هذه الثقة ديالي إلا عجبك هذاك أنت غادي تمشي تونس دي هذا شنو هو هنا؟ هو الشيف ما عرفت ما تصيدت تلقيت راسي وسطو شوف من قبيله وأنت كتسخسخ فيا دابا غادي تجيني نيشان وتقول لي شكون اللي مال قصر المافيا هذي ما عرفتش شكون الشاب ديالها ما كيبانش وما عارفش ما عارفش ما عارفش شنو عارف عندك نعرف بان عصابه خطيره عندهم البطوات وكيتاجر في المخدرات والاعضاء البشريه مكشف لكن ممكن شقيوه كارو
ياك لاباس؟ الاخبار خير ان شاء الله. ايوا سيدي سيدي دخلي. ما نقدرش نبقى معاك بزاف، جيت نقول لك على ولدك فريد. مالو؟ لا لا لا، راه تعاون مع الامن وبسببه باش قدرنا نقبضوا على عصابه كبيره ورخفوا عليه في الحكم. الله يسمعك خويا الخير، ياك جيت على كلامي. ولدي بوليسي حر وعزيز عليه بلاده، ما كنتش نشوف شحال من عصابه حبسه عليكم من هنايا. هي بنيتي. سلام عليك. الله يسمعك يا بنيتي، اخبار الخير. الله يرضى عليك. حمدك يا ربي ونشكرك. الحمد لله. حمدك يا ربي ونشكرك. نظرا للتفاني ديالك في العمل والمجهود اللي كتبذلي، الاداره راه قررت باش ترقيك لدرجه ضابط ممتاز. هنيئا لك. Je suis sûr que c'est un jeune avec qui. Du Bderija Sharif. Ok. Mrati mchat aliya. Ou ma'raf chkoun nta. Ou la gitiha. Merci khir. Ou tmara ndek chi tsawara tmak. Eh. شحال بينك وبين فلاج؟ بيناتنا غير شي 40 عام. 40 عام. المهم اجي تهبط للسكرتارية ديالي، اجي تحط نمرة التليفون، تاخد نمرة تكون بالسيفتي الفلوس. وهاد مراتك هادي من هنا واحد اليوم غادي نجيبها لك ان شاء الله. ان شاء الله بس. إلا ما حرمتش. تفضل اسيدي. وسويفون. وسويفون. منين كاينه الحوت؟ شو ناكلو عندو انا عارضك. على ماشي تشد، شدو شحال هادي شتل سنين باش تشد. قال هاديك الحوت بيريمي قال لك كيطيب بالزيت المحروقه ومسخن لي ولده. بزناز هذا، الحمد لله انت ما وقع لك والو.
كنت خايف عليك لا تسمي ولا شي حاجه باش يكون موقفش معاه والله على طلقوه. من نهار شتك بغيت نسولك سؤال واحد وتجاوبيني ودخلت عليك بالله ما تكذبي عليا ولا تقلقي مني. دخلت عليك بوجه الله انت باش كتعومي وكتزيني بحالك وحنا كنكحالو. نوضي نوضي خليني نمشي نقلي لك شي سم على شي وحدات على سبع راس المعيالات وما غاسرعول على الخيبوعه على ختك اللي تشوفو في مريكا تقول بو عليكم يلا. وحسام هذيك الاسطوره اللي مشينا لها. بسم الله. كي جاتكم بروم؟ بينا وليتي هي قديمه شي شويه. ابي عاود يصبغوها ويقعد. برا ما تتحشمش. امك تتكذب عليها. انت ما كاينش انا في العافيه انت. صافي وليتي كتغري من امي، امي مراه كبيره. شوف غادي نهبط الروم ندخلها لوطي مشيت لوطي تسلى الكعات وانت غادي نديك فيان اللي هنا كاينه جيت مول قناتي. فيان. ليالي الأنس في فيينا ري أنا تيري را 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 تيري فين أمي؟ أنا حمقالي تبعك أوليدي أمي ليالي تحزيز عليا.